افضل منشد بحياتك فجاه يقول تعال يا معاذ خلني قاعد وياك، شو يصير فيك؟ ستونس ستانس، انت مخرج، انت تحب الاذاعه، لما يجيك افضل مذيع يقولك تعال قعد وياي ابي اسولف وياك، ايش يصير فيك؟ فرحه. فالشباب هذين لما تجمعهم مع الوزراء واللواء وغيرهم وتجيب لاعبين كبار من الدوله تخليهم يكونوا متواجدين يوم الدوره ويقولون كم كلمه عن حب الوطن، وعلق لافتات لافتات على الملعب كلام حلو عن حب الوطن. بس ابو جاسم هو ما كان لا اصلا خلنا نكمل بس بعد اذنك معاد. فانا قبل ايش اللي خلاني ما احب شيء اسمه تدخين؟ قبل تقريبا 9 سنين او 10 سنين شفت لي مثل صوره شايب مع ولده، شايب مع ولده وزوجته، شكله هو واقف مع ولده وزوجته وشكله هو بالفراش، شلون شكله يعني هو يدخن صار له فتره وطاح عمره تقريبا بالعشرينات يعني ما هو كبير. فشفت الصوره هذه والله العظيم انها قطعت قلبي، مع اني انا ما لي بالتدخين بس هذه خلتني خلاص اكره شيء اسمه تدخين، يعني ما احبه لدرجه اثرت فيك الصوره يعني. فاثرت فيني مع انها الصوره محطوطه بالمستشفى، صوره عاديه مع ولد والاب وولده وزوجته وصورته هني على جنب، صورته هو بالفراش بيموت قبل لا يموت شكله. فهذه الصورة بس مع الرسالة الصغيرة اللي كاتبها هو أثرت فيني وخلتني ما أجي شيء اسمه تدخين، يعني ما أفكر إني أدخن بحياتي، هذه مجرد صورة. أنت شلون لما تجمع الشباب طبعا شباب خلنا نتكلم صراحة، أنا اللي بسعودية وبالكويت كرة استراحة بس، أنت هني تقدر تمسك مو قلوبهم، تمسكهم كلهم لو تجيب الشباب اللي يلعبون كرة وجوائز كبيرة معرضين للاستغلال. أي فأنت تجيب الشباب اللي يحبون الكرة تجمعهم، كم راح تجمع لك واحد جوائز 400,000؟ كم واحد راح تجمع؟ السعوديه راح اي روح تبي تستريحون شباب اسمحوا لي تعبتكم اسلم اي اقول لكم لما تجمع الشباب يلعبون كره كم واحد راح تجمع تقريبا 80% من الشباب السعوديه او الكويت راح تجمعهم كلهم. فلما حتى ابو جاسم اللي ما يلعب المهتمين يجون حتى اللي المتفرج يجي يروح يطالع. فلما تروح الملعب وتشوف قدامك مثلا الوزراء او اللواء او شخصيات كبيره مع اللاعبين الكبار الشلهوب مثلا ياسر القحطاني الشمراني ايا كان سهلاوي منو بعد سهلاوي عشان نرضي الكل مساوي اي يا جميع. فاقولك لما تجمع هذيل ويقولون رساله قبل لا تبدي المباراه بس رساله لمده دقيقتين يوقفون يعني يتكلموا عن حب الوطن عن الحب الشغلات هذه لا يهمونكم هذه. فانت الحين لما تجيب لعب كره انت هني مسكت قلبه لما تجيب لعب كره عرفت شنو يحب شنو يحب الشاب انت جبته من ناحيه قلبه ولما توصل له رساله تمسك عقله. فانت الحين مسكت قلبه وعقله في وزن طقيتهم مع بعض خلاص. حتى لما يجي المتمكن بعدين يحاول انه يقنع الشباب اللي دائما يحبون يلعبون كره يقنعهم باي شيء حتى لو كان وضعهم المادي صعب ما راح يقدر يقنعهم. ليش؟ لان سمعوا رساله قبل فتره من وزير او لواء او لاعب كبير جانا بالمكان اللي احنا نحبه نفس الشيء خلصنا من كرة قدم خلصت يعني رسائل خفيفة مع صور مكتوبة حول الملعب رحنا على آخر شيء الاستراحة أسوي الاستراحة أنا وزارة الداخلية أسوي الاستراحة بين الشباب وين أكثر مكان فيه تجمع الشباب استراحات أسوي الاستراحة بينهم أحطها اليوم الفلاني أدز رسالة حق الكل في رسالة حق الكل هذه أدزها حق كل الشباب أو كل الدولة أدزها وأقول لهم إن في استراحة المكان الفلاني تعال حياك تعال تقهوى عندنا وزارة الداخلية مثلا شنو راح يصير بالشباب وزارة الداخلية تقول تعال تقهوى عندنا يا عمي خلنا نروح نشوف شنو فيه. فأنت هنا جبتهم شباب استراحات جبتهم بالمكان اللي يحبونه اللي هي الاستراحة. وثانيا هذه دعوة من وزارة الداخلية أنا يا الشاب اللي ما عندي شغل قاعد طول 24 ساعة بالاستراحة ما عندي لا شغل مشغلة وزارة الداخلية تناديني شنو تبي فيني خل روح تقهوى عندهم يروح يستانس هو يروح يدش الاستراحة. انت لما تدش استراحه مضبط لك كلام حلو عن حب الوطن حب سلمان الامير سلمان حب اي حب حب يعني حب الشعب نفسه. ولما يكون موجود يعني مثلا يتقهوى وياك لوه واحد لوه مثلا او وزير خلينا نقول يتقهوى وياي شنو راح يصير فيني انا مثلا واحد من الشخصيات الكبيره من السعوديه او الكويت راح استانس قاعد جنبي ويتقهوى وياي اطلب منك طلب ابو جاسم ها طلب بس بسيط اي قول لو في بس رساله للاشخاص هذولي هم توجه لهم رساله الحين وانت واقف الان توجه لهم رساله للاشخاص هذولي وش يسوون لو صار معاهم كذا
انت وجهت رسالتك مو مشكله، بس خلنا نخلص النقطه هذه واقول نقطتك. لما انا اكون قاعد بالاستراحه مع اللواء او هذا قاعد يتقهوى وقاعد يقول لي قاعد يسولف وياي يتكلم لي عن شغلات مثلا شغلات يعني كلام عفوي ما هو كلام تحس انه منظم وهذا لا كلام عفوي يسولف وياي عفوي اخوه اي فشنو يصير فيني انا يصير فيني حب الداخليه نفسها انا لما احب الداخليه واشوف حواليني مكتوب باستراحة وزارة الداخلية حب الشعب حب أمك وبوك مثلا تقرب من الشعب تقرب من أهلك سو شيء للشعب تراهم يحبونك أنت يا شاب. فهو لما يقرأ الرسائل هذه هو ماشي رسائل أنتم تشوفونها سهلة أنا قاعد أقول لكم رسالة واحدة صورة ومع صورة الأب والولد مع رسالة صغيرة خلتني ما أجي شيء اسمه تدخين طول حياتي. شلون لما تكون في رسائل وفي قاعد عندي شخصية قاعد يسولف وياي وياخذ يعطي وياي يتقهوى وياي خلاص انا راح يصير فيني حب. فانت هني بشباب الاستراحات لما تجيب استراحه انت جبت قلبه وياه ولما انت قاعد وياه تسولف وياه خذيت عقله فانت خذيت قلبه وعقله. فلما تجيب الشباب من ناحيه الكره من ناحيه استراحات انت خلاص طقيتهم طقه واحده وخليت مستحيل احد يحاول يكلمهم شنو تبي تبي فلوس تبي هذا ما حد يقدر يغسل مخوخهم ولا يقدر يمسك قلوبهم. شنو قلت لمعاذ رساله توجه انت وجهت رسالتك للمسؤولين هذول الشباب اللي وقع في الفخ ايش يسوي اللي وقع في الفخ واللي كرب ان شاء الله يعني برسالتك دي توجه لهم زي المناعه عن الامور هذه. رساله الظافر الحين رساله مثلا لسلمان رساله للشخص اللي طاح في الموضوع طاح في المصيبه الحين ممكن يسمع او في بداياته. قبل ما تجاوب على سؤال حبيبنا فيه حاجه يعني استشفيتها من كلامك انه يعني اصحاب المناصب او اصحاب القدوات سواء في برامج التواصل الاجتماعي مشايخ اصحاب مراكز حلو يعني ناس مؤثرين في المجتمع لا تستهين بالرساله اللي انت توصلها للناس اللي يتابعونك. يا سلام عليك. خاصه اللي مثلا يتابعونه بالملايين والله رسالتك اقسم بالله انها تاثر على الكبير وعلى الصغير. لما تجلس توصل رساله من فتره لفتره ومن اسبوع يعني خلك في الاسبوع رساله يعني مثلا خاصه في مشاكل الايام هذه وزي كذا وصل رساله انه هذا الفعل خطا هذا الفعل لك محبين وانا اشوف انه يعني يجب على كل شخص صاحب تاثير في المجتمع انه يكون هذا الديدن عنده انه يكون صاحب ايش هم انه انا برسل يعني الان يعني صرنا باذن الله عز وجل يعني لنا متابعين ولنا لنا تأثير شوي في المجتمع ممتاز. فلما أنا أغرد وسلمان يغرد سلمان يحبون ناس خلاص بيسمعون كلام سلمان يحبون فارس بيسمعون كلام يحبون معاذ خاصة الأطفال لأنهم ناشئين أي نعم. فهذه رسالة يعني ما هي فقط على المسؤولين الكبار لا حتى اللي مؤثر في الاجتماع والله نشوف أنت تشوفون حسابات في إنستغرام يعني ناس حقين ضحك وفلة حن بعض الناس يمكن يستصغرهم يقول يا أخي هذا بس عنده متابعين علشان يضحكهم وعلشان مدري ايش ولا ها حتى هذا اللي يضحك ضحكهم بس طعمهم برسالة جيب رسالة والله الناس بتحبك أكثر وقت لأن ندافع أول شيء عن دين قبل كل شيء قبل عن وطن ندافع عن دين يعني ما في شغل من دين إيه هذا الشيء اللي يسعون له العالم او تسعى له الناس اللي تبي تخرب البلاد الاسلاميه وكذا للدين ثم لهذا الوطن. فمهما كنت يعني صاحب تاثير للمجتمع حتى لو كنت تضحك الناس وصل رسالتك ب او خلك تطعيمه رساله وطنيه ودينيه وفكريه في ايضاح بعض الاشياء لان لا يكون همنا كله ضحك وفكر انت اللي تضحك الناس ترى هذا الشخص اللي يضحك الناس ترى هو اكثر واحد مؤثر يقدر ياثر أيوة. صح فاللي حبيت اوصله على كلام اخوي معاذ ان الشباب الناس البريئه اي واحد يجي يكلمك خاصه الصغار والله الصغار مصيبه يا جماعه والله مصيبه خاصه اللي عنده اخو صغير عنده مثلا ولد عمه ولد خاله ترى والله العظيم هالاشكال هذه اللي متمكنه وصار لها سنين تعرف وتعرف تغسل مخ الشاب عدل ترى والله هذه المشكله كبيره يعني توصل لدرجه انه مثلا يروح يقتل ولد عمه او يفجر صح. يفجر يعني منو العاقل اللي يروح يذبح له مسلم هذا غسلون مخ غسل اي غسل مخ هذا اي مشكله هذا انا اسف يا شباب اني طولت لان الموضوع جدا مهم بالعكس والله اسمحوا لي والله
اي والله احنا وش نقول؟ معلش ابو ولا قاطع الكلام كم تم، احنا وش نقول؟ اقول الله يرفع